السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم خبراء اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن سلسلة جرامر جديدة اسمها الجرامر في دقيقة، وفي السلسلة دي هنشرح قاعدة بسيطة من قواعد الجرامر في يعني عدة دقائق بسيطة جدا لا تتجاوز ال5 دقائق. هنشرح فيها القاعدة ببساطة جدا عشان لو حبيت تعمل مرجع لنفسك في العودة للقاعدة دي أو تتفرج على سلسلة الفيديوهات فتعلمك كتير عن قواعد الجرامر. تابعونا وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان دعمنا وعشان نقدر نقدم مزيد من الفيديوهات. تابعوا معايا. أول حلقة النهاردة بتتكلم عن so و because. so and because. so و because أدوات من اللي بتربط جملتين، جملة فيهم بتسمى جملة السبب وجملة فيهم بتسمى جملة النتيجة. يعني ايه جملة السبب؟ يعني في حاجة حصلت لي، تمام، والسبب في ان هي حصلت هو امر معين، فببتدي بعرض السبب اللي حصل والنتيجة اللي ترتبت عليه وبربط ما بينهم بسو او بيكوز. نبدأ الاول بطريقة استخدام بيكوز. نبدأ مع بعض. When and how do we use because؟ يعني متى وكيف نستخدم because؟ We use because to express a reason، عشان نعبر عن سبب. Express a reason، نعبر عن سبب. For doing something، لفعل شيء. سبب اللي احنا عملنا من أجله هذا الشيء. It can come in the middle، ويمكن أن تأتي في المنتصف، يعني ما بين جملتين. Or at the beginning، أو في بداية of sentence الجملة. Example: I went to Sharm el Sheikh last winter because I wanted to go scuba diving. أنا ذهبت إلى شرم الشيخ الشتاء الماضي. ليه؟ لأني أردت أن أذهب للغطس. سكوبا دايفنج، الغطس باستخدام معدات الغطس. تمام كده؟ طيب، يبقى النتيجة إن أنا I went to Sharm el Sheikh last winter. السبب ليه؟ because، يبقى because بيأتي قبلها النتيجة، إذا جت في النص يأتي قبلها النتيجة وبعدها السبب. because I wanted to go scuba diving. تمام؟ وإذا جبنا because في أول الجملة هيجي بعديها السبب. Because I wanted to go scuba diving، لأني كنت أريد أن أذهب للغطس. I went to Sharm el Sheikh last winter، ذهبت إلى شرم الشيخ الشتاء الماضي. We can use not or but before a because clause. يعني إيه الكلام ده؟ نقدر ننفي because بnot ونربط في الجملة الثانية ب but، خلاص تمام، وفي الجملة بتاعت because. مثال: He was shouting، هو كان بيصرخ. Not because he was angry، ليس لأنه كان غاضبا. But because، ولكن لأنه، ولكن لأنه. تمام كده. She can't hear very well، لأنها لا تستطيع أن تسمع جيدا. يبقى الشخص ده كان بيصرخ مش عشان هو كان غاضب، ولكن الست اللي كان بيكلمها كانت ما بتسمعش كويس. خلاص كده. He was shouting not because he was angry، ليس لأنه كان غاضبا. But because، ولكن لأنه، ولا أو لأنها. She can't hear very well، لأنها لا تستطيع أن تسمع جيدا. After a because clause we must use a subject and verb. بعد جملة because أو الجملة اللي تحتوي على because لابد أن نستخدم فاعل وفعل. But after because of، ولكن بعد كلمة because of we just use a noun or verb plus ing. يعني لو because فيها of ما ينفعش نستخدم وراها فاعل وفعل، بنستخدم اسم أو فعل زائد ing. أما لو في because بس لازم نستخدم جملة عبارة عن فاعل ثم فعل.
خد بالك معايا في الأمثلة دي. He took a taxi because it was raining. هو أخذ تاكسي لأن الدنيا كانت تمطر. بص كده بعد because في عندي فاعل اللي هو it والفعل اللي هو was raining. طيب He took a taxi because of the rain. هنا عندي because of ما ينفعش أحط بعديها فاعل لا I ولا me ولا you ولا they ولا he ولا she ولا it ولا أي نوع من أنواع الفاعل، ولكن بحط اسمه مباشرة. يبقى هو أخذ تاكسي بسبب المطر because of the rain. تمام كده. Her father punished her يعني والدها عاقبها because of wasting time بسبب إضاعتها للوقت. هنا برضو عندي because of بيجي وراها verb plus ing wasting إضاعة الوقت wasting time. When and how do we use so؟ متى وكيف نستخدم so؟ so معناها لذلك. We use so to express the result of an action or event. نتيجة حدث أو فعل. It can only come in the middle of the sentence. وهي تأتي فقط في منتصف الجملة. Not at the beginning. وليس في بدايتها. He failed the exam so السبب بيجي error وبعد كده بيجي النتيجة. يبقى عكس because في النص. السبب ان هو he failed the exam so ايه النتيجة المترتبة على انه لم ينجح في الامتحان. Now he has to repeat the course. دلوقتي ينبغي او يجب عليه ان يعيد الكورس او يعيد دراسة الكورس. He felt sick. هو شعر بالتعب. طيب وإيه النتيجة اللي مترتبة على كده؟ So he didn't want anything to eat. لم يكن يريد أن يأكل أي شيء. خلاص كده. يبقى so عكس because في النص. Because في النص بيجي قبليها النتيجة وبيجي بعدها السبب. أما so في النص بيجي قبليها السبب وبيجي بعدها النتيجة. دي كانت شرح مبسط ل قاعدة so because في السلسلة الجديدة الجرامر في دقيقة. أتمنى أن تكونوا استفدتم. نلقاكم إن شاء الله بمزيد من الفيديوهات. إذا عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله في قناة خبراء اللغة الإنجليزية. السلام عليكم.